السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مشاهدينا ومستمعينا. الصباح رباح، ساعة صباحية وياكم مختلفة بباقة منوعة من المواضيع والفعاليات والفقرات الخارجية. ومثل ما عودناكم كل خميس تكون عندنا الفقرة السياحية مع الزميل حمد الفياض، وأيضا طبعا معاه بناخذ جولة في فندق أفنيو. وما ننسى فقراتنا المتنوعة وبالذات فقرة الخميس وهي دعم المشاريع الإقطارية، ومعانا اليوم مشروع مميز جدا، تابعونا عشان تعرفون شنو هذا المشروع. ولكن البداية بتكون مع أبرز العناوين المختارة في صحفنا الصادرة صباح اليوم. وللجرائد معانا لليوم جريدة العرب، وأولى العناوين فيها: صاحب السمو يبحث سبل تنمية العلاقات مع الإمارات في مختلف المجالات. أيضا ثاني أخبارنا في جريدة العرب: المرور دورات توعوية لسائقي المدارس الخاصة، خطة شاملة لتأمين الحركة المرورية للطلاب تبدأ الأسبوع المقبل بهدف رفع مستوى الوعي بقواعد وإرشادات المرور وإجراءات السلامة للطلاب. ومع جائزة كتارا للرواية العربية: تتويج الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الثانية، قيمة جوائزها 825 ألف دولار. طبعا الحفل كان يوم أمس، ومبارك أكيد حق الفائزين. إلى جريدة العرب وفي محلياتها: مجلس الوزراء يوافق على مشروع 4 قوانين بشأن النظافة والعنوان الوطني ومراقبة الأغذية وتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، إجراء المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على العنوان الوطني، نشر قرار إغلاق المحل عبر صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، الموافقة على إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتحديد اختصاصاتها. وأيضا في جريدة الراية: 6 أفلام لبرامج صنع في قطر في حديقة متحف الفن الإسلامي ضمن عروض سينما تحت النجوم. وأيضا في جريدة الراية: إزدان التعاملات العقارية تواصل الانتعاش، 290 مليون ريال أكبر صفقة لمجمع سكني في الوعب، 18.7% حصة الأراضي من التعاملات ونمو الصفقات إلى 32%. وإلى أول أخبارنا المختارة في جريدة الوطن: المركز الثقافي للطفولة يدشن رابطة أطفال قطر بمقر المركز الثقافي للطفولة بالحي الثقافي كتارا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر الجاري بمشاركة 18 طفلا وناشئا. وأيضا في جريدة الوطن في الاقتصادي: استراتيجية سياحية موحدة بين دول المجلس، شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض. ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفي دولة قطر المشارك في هذا الاجتماع. أيضا في الأخبار الاقتصادية في جريدة الوطن: القطرية تزيد رحلاتها إلى الأقصر 33 رحلة في الأسبوع، الرحلات اليومية للناقلة ستقدم خيارات سفر إضافية أمام السياح لاكتشاف مصر. وإلى أخبارنا المختارة في جريدة الشرق في محلياتها: انطلاق المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للتنمية قريبا، قطر تؤكد أهمية التنمية المستدامة لاستقرار وازدهار الشعوب. وأيضا في محلات جريدة
في الشارق. خدمات البلدي تناقش إنشاء مرافق ترفيهية في منتزه الخور. طبعا في تفاصيل أكثر عن المنتزه، وأيضا في محلية جريدة الشرق. جامعة قطر تتيح إعادة الالتحاق بالبكالوريوس لمن تم قيدهم، تشمل عامين أكاديميين وتستمر من 16 أكتوبر إلى 3 نوفمبر. وإلى جريدة الوسيل، مصرف قطر المركزي الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والمرور قريبا. أكدت مصادر جريدة لوسيل أن المشروع يعد مكسبا جديدا لقطاع التأمين وإعادة التأمين، مشيرة إلى أنه سيكون جاهزا خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من وضع كافة الحلول لتسهيل الربط بين مختلف الجهات المعنية. وأيضا في جريدة لوسيل، منظومة متكاملة لسلامة الطيران، بنهاية 2017 لوائح جديدة للحركة الجوية والطائرات بدون طيار، وتحديث اللوائح التنظيمية للطيران لمواكبة الأنظمة العالمية. أما آخر أخبارنا المختارة لليوم، محادثات أوبك في إسطنبول إيجابية واجتماع مرتقب في 28 أكتوبر. هذه أخبارنا اليوم المختارة في الجرائد صدر الصباح اليوم. أما الحين مع فعالية تعزيز العلم مع الزميل محمد الشهراني، خنتاب. اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، صبحكم الله بالخير. احنا متواجدين في مدرسه حمزه بن عبد المطلب. قبل شويات انتهت فعاليه رفع العلم القطري، الفعاليه هذه راح نتعرف عليها اكثر مع صاحب الفكره الاستاذ انور الحضرمي منسق العلوم الاجتماعيه. هلا ومرحبا فيك استاذ، وصبحك الله بالخير. صبحك بالنور وسرور، الله يحييكم وشرفتونا اليوم في مدرسه حمزه. الله يعطيك العافيه استاذ انور، بيض الله وجهكم وعلى هذه الفعاليه الجميله. في البدايه ليت تعطينا فكره عامه عن هذه الفعاليه. حقيقة هي الفكرة مش جديدة، احنا طبعا مطبقين الفكرة هذه من تقريبا 3 سنوات، والهدف من الفكرة ان احنا يعني بما يتوافق مع رؤية قطر 2030، وخاصة ان قطر مقبلة على احداث عالمية ومن ضمنها كأس العالم. فاحنا الهدف ايضا من اقامة هذه الفعالية ان احنا نعزز الولاء ونغرس روح الانتماء في الطالب، والحمد لله استطعنا من خلال الفعاليات هذه ان نخطو خطوات جيده في غرس روح الانتماء في ابنائنا الطلاب. عساكم على القوه ان شاء الله. الفعاليه بشكل عام بما انك صاحب الفكره، خذت منك وقت لما طلعتها بالشكل النهائي؟ حقيقه احنا كنا مستعدين لها من فتره، ومثل ما قلت لك احنا تقريبا سنوين نعملها، فالحمد لله المعلمين والاداره مهتمين جدا بهذه الفعاليه، واحنا طبعا من شهر نعد لها، والطلاب كانوا متحمسين جدا للعمل، خاصه ان عندنا طلاب قطريين يعني ابدوا رغبه بما انه رفع للعلم القطري وتعزيز العلم القطري، فكانت مشاركتهم ايجابيه جدا. ساكم على القوه ان شاء الله. استاذ انور، لو بنتكلم عن الفقرات اللي موجوده في الفعاليه بشكل عام. حقيقه هي الفقرات يعني بدينا احنا بسكتش او مسرحيه بسيطه تكلموا فيها الطلاب والاخوان عن دور العلم القطري وتعزيز العلم، ثم بعد ذلك كان هناك فيديو عن تعريف بالعلم وايش يعني العلم ورمز العلم، ثم بعد ذلك تم ختامه بمشاركه، احنا نشكر حقيقه الشرطه المجتمعيه بتفاعلهم معنا ومشاركتهم معنا، وتم رفع العلم بمشاركه جميع الطلاب مع انشوده بلادنا قطر.
الله يعطيك العافيه، بيض الله وجهك، كل التوفيق لكم ان شاء الله ومزيد من النجاحات وايضا اقامه مثل هذه الفعاليات. الله يبارك فيكم، مشكورين على الحضور اليوم وحياكم الله. الله يحييك. طبعا اعزائي المشاهدين لازلنا متواجدين، ولكن هذا اللقاء الثاني اللي بناخذه اللي هو مع صاحب ومدير مدرسه حمزه بن عبد المطلب الاستاذ محمد عبد الله بلوشي. مرحبا وسهلا فيك وصبحك بالخير استاذ. صبحك بالنور والسرور، حياكم الله. الله يحييك استاذ محمد. في البدايه مثل هالفعاليه تكلمنا مع الاستاذ انور عنها بشكل عام، ولكن نبي نتطرق عن دوركم كمدرسه في تعزيز الولاء للطلاب. والله شوف، الفعاليه هذه فرصه مفروض تتكرر طبعا كل سنه، الهدف منها تعزيز او ترسيخ روح الانتماء والوطنيه في جميع الطلاب، سواء كانوا قطريين او غير قطريين. اي شخص يعيش على هذه الارض الطيبه اذا له واجب على هذه الارض أن يحترم العلم ويعزز العلم والوطنية والأمور هذه. فلله الحمد اليوم كانت احتفالية ممتازة جدا رائعة بمشاركة من الشرطة المجتمعية. ارتئينا ردة فعل الطلاب في عملية رفع العلم وتعزيز العلم، حتى الأنشطة اللي موجودة وراك تشوفها كلها أعمال طلاب. فإحنا هدفنا يعني البيئة اللي أنت تقدر تشتغل عليها هي بيئة الطلاب. فالبيئة مناسبة وتهيئة الطلاب للوطنية وحب الوطن وغرس الانتماء في داخلهم، أعتقد أنه مهيئ هذا الشيء وفرصة متاحة. فإحنا نستغل البيئة اللي إحنا فيها، نزرع من الآن في الطلاب حب الوطن وعشق الوطن وحب العلم احترام العلم. فحتى العرض اللي قدم من جهة الطلاب بيّن إيش أهمية العلم وكيف أحافظ على العلم، كيف أحترم العلم لو شفته طايح في مكان أني أرفعه. فهذه رسالة يعني أتوقع للكل، وكل المدارس أنا أتوقع أنها عملت الاحتفاليات هذه طبعا بتوجيهات من وزارة التعليم والتعليم العالي. عساكم على القوة إن شاء الله. أستاذ محمد، ما نختلف على تعزيز الولاء والقيم اللي موجودة، ولكن خلال الأشهر هذه في فعاليات إن شاء الله قادمة لها أو مرتبطة بهالمجال؟ أكيد بلا شك، ويمكن أقرب شيء هو الاحتفال باليوم الوطني. فإذا من الحين احنا يعني نمهد الطريق للاحتفال باليوم الوطني، وبإذن الله راح نحتفل. الهدف مش الاحتفال بمعنى الاحتفال، ولكن القيمة او الرسالة اللي راح نوصلها من خلال الاحتفالية. اليوم ما كان الهدف هو الاحتفال، ولكن الهدف ان نبرز أهمية العلم وقيمة العلم، ونغرس في نفوس طلابنا كيف يحبون بلدهم، سواء كان طبعا انت عايش على ارض قطر اذا تحترم قطر وتحب قطر، وكلنا باذن الله نحب قطر. فكان هذا الهدف الكبير، وباذن الله يعني احنا قادمين لليوم الوطني وراح نستعد له بشكل كبير جدا باذن الله. باذن الله. استاذ محمد البلوشي، بيض الله وجهك، والله يعطيكم العافيه والى الامام، وعسى ربي يوفقكم ان شاء الله. جزاكم الله خير، واشكركم على حضوركم وتشريفكم لنا، وباذن الله لنا لقاءات قادمه، ودائما نقول كلنا قطر باذن الله. بإذن الله، الله يعطيك العافية. طبعا أعزائي المشاهدين نقدر نقول وصلنا لنهاية هذا اللقاء الوطني بمدرسة حمزة بن عبد المطلب، اللي كان أو أطلعنا الأستاذ محمد البلوشي اللي هو مدير المدرسة على الفعاليات القادمة لتعزيز الولاء والقيم الموجودة ويزرعها في الطلاب. تقريبا وصلنا لنهاية هذا اللقاء، والله يعطيكم العافية. شكرا محمد، نشكر ضيفك الكريم ونشكر مدرسة حمزة بن عبد المطلب على هذه الدعوة، وهذا اللي اكيد ننطره من المدارس مثل هذه الفعاليات. ونفس ما ذكروا ان الشرطه المجتمعيه متعاونين معاهم وهم ساهموا معاهم في هذا في رفع العلم وهذه الاحتفاليه الجميله حق الطلاب، ويطلعونهم من مود الدراسه شوي. ومشاهدينا مستكملين معاكم الصباح، رباح فاصل وراجعين، لا تروحون البيت. مهاراتي طالب مدرسة ولي أمر، ثلاث ركائز للارتقاء بالمهارات اللغوية والحسابية. شلون دراستكم ماشية؟ ليش لازم تعلم إنجليزي؟ صعب وايد. الإنجليزي وايد مهم، أنا وايد أستخدمه في شغلي، أشتغل مع ناس من أماكن وايد، وعلشان أتفهم معاهم لازم أعرف إنجليزي. وبعدين الإنجليزي لغة منتشرة في العالم كله. بس ليش لازم تتعلم الحين؟ ما أقدر أتعلم من كبرت. قول الحمد لله، لأنه وايد أسهل لك تتعلم أي لغة وأنت صغير. هيا، أنا عارف إنك تبين تصيرين دكتورة لما تكبرين. في كلية طب في قطر، بس التدريس فيها بالإنجليزي، فلازم تتعلمين إنجليزي. أنا راح أدرس إنجليزي عشان أتكلم مثل أبوي. مهاراتي لارتقائي.
وما زلنا معاكم في علوم الجو، ولكن هذه المرة في اتصال هاتفي مع ميث الكواري متنبئ جوي من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. صبحت الله بالخير أستاذة. صبحت الله بالنور. يا هلا ومرحبا فيك. لو تعطينا فكرة عن علوم الجو بالذات خلال نهاية عطلة هذا الأسبوع. حالة الجو في عطلة نهاية الأسبوع الويكند تتأثر شبه الجزيرة بامتداد لمرتفع جوي مع رياح شمالية غربية شمالية شرقية ظهرا خفيفة على معتدلة السرعة نشطة على بعض المناطق مع نسيم البحر تعاود شمالية غربية ليلا. مع بداية الأسبوع تزداد فرصة تشكل الضباب على البلاد خاصة يوم الأثنين والثلاثاء والحرارة حول معدلاتها من 35 إلى 36 درجة مئوية. خلال الأسبوع الجاي أو اللي فهمته من حضرتك أنه معناتها بيكون في تحذيرات للبحر؟ للبحر أو مثلاً يوم قلتي الضباب؟ الضباب بتتشكل يوم الأثنين والثلاثاء أكثر شيء. طيب لو تكلمينا عن دخول موسم الوسمي؟ يبدأ فترة الوسمي في 15 أكتوبر ويستمر 52 يوماً. خلال فترة الوسمي درجة الحرارة تنخفض بالطراد حيث تشير سجلاتنا المناخية أن متوسط الحرارة لشهر أكتوبر 30 درجة مئوية، كما تتكاثر السحب خلال شهر أكتوبر وخاصة السحب الركامية جهة الغرب خلال فترة ما بعد الظهيرة. تتميز الأمطار في هذه الفترة بتفاوت كمياتها من منطقة لأخرى وذلك حسب مكان تكون السحب الركامية، وهي فترة انتقالية تزداد فيها بعض الأمراض مثل الإنفلونزا الموسمية. أخيرا في أي تحذيرات لرواد البحر؟ البحر خفيف لما تدل الموج من 2 إلى 4 قدم وسوف يكون مناسب للنشاط البحري. جميل، يعطيك العافية أستاذة ميثة وشكرا على هذا الاتصال. ومشاهدينا بما أن الجو هالويكند حلو خلينا نشوف معاكم حمد الفياض وين بودينا في فقرة نهاية الأسبوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام. احنا موجودين معاكم في فقرة جديدة من فقراتنا السياحية. احنا موجودين في كونسبت قطري، فندق قطري هو The Avenues، وهذا الفندق يعتبر هو تابع لسلسلة مروب اللي تابعة لشركة كتارا للفنادق كتارا هوسبيتاليتي. بنشوف اشياء جديدة ومميزة في هذا الفندق. يمكن نشوف اللوبي اللي احنا واقفين فيه، لوبي بسيط جدا ولكن الفندق مليء باشياء مميزة بنتعرف عليها من خلال جولتنا. مشاهدينا يمكن اللي يشوف الفندق من الخارج ما يتوقع الفاسيلتي اللي موجوده فيه. الفندق موجود فيه 4 مطاعم، مطعم من المطاعم موجود تحت وهو اسمه يولو تشيلي، وهذا مطعم هندي ان شاء الله بيفتح نهايه هذا الاسبوع، ومطعم اللي احنا موجودين فيه اللي هو بايا وهو يعتبر المطعم الاساسي في الفندق، وفي مطعم ثاني اللي هو نحن. مشاهدينا خلينا نتعرف أكثر على الغرف اللي موجودة، وهذا سويت من السويتات اللي موجودين. هم عندهم 170 غرفة وهذه واحدة من السويتات المميزة. مثل ما تشوفون يعني ما شاء الله الحجم جدا مميز، 57 متر تقريبا الغرفة اللي احنا موجودين فيها. فيها غرفة طعام، فيها جلسة حق الأبناء وحق الأسرة عشان يرتاحون بشكل أكبر، وداخل بنتعرف على الغرفة وشلون البرايفسي اللي موجودة في الغرفة. واحدة من الأشياء جميلة أن في حمام الله يعزكم حق الضيوف، وفي حمام خاص بالغرفة، والغرفة منفصلة كليا عن الصالة. يعني لو حد بيزورك سهل جدا أنه يقعد بأريحية وهلك
داخل. الأجمل والأجمل أنهم دائما عندهم مع كل سويت في غرفة في جانب هذا السويت، ممكن أنت تحجزها إذا ما شاء الله العيال أو عندك معاك هلك أو جماعتك وجايين تزورون قطر أو حتى حق السياحة الداخلية، ممكن تحجزها وفي بابين بينهم، فتقدر أن أنت تفتح هذا البابين وتقفل الباب الرئيسي، فهني تستمتع فيها أكثر. بعد ما تعرفنا على الصالة والفاسيلتي اللي موجود فيها والإمكانات اللي موجود فيها، خلونا ندخل الغرفة ونشوفها من الداخل ونشوف شلون حجمها وشلون إن هي تقدر تستوعب الناس والزوار بشكل أكبر، وتكون المساحة اللي موجودة فيها جدا مميزة. مثل ما قلت لكم، إذا تسكر هذا الباب تعتبر الغرفة منفصلة كليا عن المكان الخارجي. ندخل الغرفة نشوف إن هذا المساحة السرير الستاندر اللي موجود في جميع الفنادق، ويعني يعطيهم العافية على هذه الإمكانيات اللي مقدمينها. يعني إحنا نشوف الغرفة هني ما شاء الله فيها طاولة، فيها تلفزيون، فيها طاولة لأصحاب مثلا البزنس أو الرجال الأعمال اللي جايين أو اللي جايين لعمل خاص في الدوحة، بيقعدون ويقدرون يخلصون كل شغلهم هني بكل أريحية وتكون بعيدة عن الصالة. طبعا مثل ما قلنا لكم إن في حمام الله يعزكم منفصل حق الغرفة عن الحمام الخارجي اللي هو حق الضيوف، زائد انه في كابنت هني ان الواحد ممكن يحط اغراضه. هذا المكان يعني صراحه يعطيك جانبين، الجانب لو انت جاي في رحله بزنس وبتقعد مثلا اسبوعين ثلاث اسابيع يوفر لك الاريحيه كانك قاعد في بيتك، والجانب الاخر اذا اخواننا من دول الخليج ودول العالم انهم يجون يزورونا في حفلاتنا ومناسباتنا، بعد يجون يرتاحون في هذا الفندق. ومثل ما قلت لكم الاسعار جدا مناسبه، ويعني يمكن أقل من المتوقع بالنسبة للفاسيلتي المقدم في هذه في هذا السويت. وقلنا لكم أن أسعار الغرف تبدأ من 350، وهذا بروموشن موجود الآن عندهم. إن شاء الله هم يجددون الأسعار على حسب المواسم وعلى حسب الزحمة اللي عندهم. خلينا نكمل جولتنا في الفندق ونشوف شو الجديد اللي عندهم. واحدة من الأشياء اللي تميز الفندق وخاصة في الطابق العلوي هو في الروف، إن عندهم Six Senses Spa، وهذه الماركة تعتبر من الماركات العالمية اللي تعترف بها في السبا، ولهم المواد الخاصة فيهم. وأول ما افتحوا في الدوحة افتحوا في فندق شرق وتميزوا جدا عن كل السبا اللي موجودة، والآن نشوفهم هني في الفندق ويقدمون خدمات، ولكن الآن خدماتهم محدودة لين نهاية السنة لما توصل لهم جميع موادهم، وبعدين تقدرون تستمتعون بباقي الأشياء اللي موجودة عندهم. نبي نوضح إن هني عندهم قسم خاص للرجال وقسم خاص للسيدات، على أساس يكون فيه خصوصية بالكامل تتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا ومع ديننا. الأشياء المميزة الموجودة في الفندق إنهم استغلوا المساحات بشكل مميز جدا. إحنا موجودين في السطح الآن ونشوف فيه السبا ونشوف فيه الجيم ونشوف فيه حمام السباحة، واستغلال لهذه الأمور كلها يعطينا إن بالفعل هو مو بلازم إن الواحد يكون عنده مساحة كبيرة ليقدم خدمات مميزة لرواد الفنادق، ولكن كيفية استغلال هذه المساحات هو اللي ينجح أي مشروع وخاصة في عالم الفنادق. وصلنا مشاهدينا لنهاية جولتنا السياحية في فندق الأفنيوز.
طبعا هذا الفندق ذا افنيوز يعتبر من الفنادق المميزه في رايي، لانه شفت فيه استغلال جيد لجميع المساحات اللي فيها. يعني احنا نتكلم عن مساحه صغيره في منطقه السد، ولكن يحتوي على 170 غرفه، ويحتوي على 4 مطاعم مميزه، وعلى سبا عالمي من الدرجه الاولى، غير انه في حمام سباحه وجب. اتمنى انكم استمتعتم معنا في هذه الجوله، على ان نلتقي معاكم في جوله جديده من فقراتنا السياحيه. تقبلوا مني اجمل التحايا، فمان الله. شكرا حمد، ومشاهدينا مستمرين معكم في الصباح رباح، فاصل وراجعين. مشاهدينا معاكم لفقرة مشاريع الإلكترية لليوم ودعم المشاريع، ومعانا اليوم صاحبة مشروع صالون حناش عيين بخيت البرشيد. صباح الله بالخير، يا هلا مرحبا فيك. صباح الله بالنور، مرحبتين. من الاسم مبين الستايل شوي تراثي. تراثي ايه. فكلمينا عن الصالون او بداياتك، ليش خليت يعني ايش اللي خلاك تفتحين صالون؟ هو أول شيء من صغري كنت أحب الحنة، يعني أعشقها كنت. هذا حب مشترك مع كل البنات. أي كنت دائما إذا أروح الصوالين أتمنى أن يكون عندي يعني أنا القسم الخاص أن أتحني يعني
أتفنن، بس ما كان عندي فن الرسم الحنة، أو إن أفتح لي صالون متخصص للحنة، يعني تكون فيها مو بس الحنة العادية الحمراء اللي إحنا متعودين عليها، تكون فيها الحنة السودانية السودة مثلاً، تكون فيها أنواع النقوش ألوان. أيوة، فحنا ندخل مثلاً في صالوني الحين عندي يعني الحنة البيضاء، عندي الحنة الألوان حلو. عندي أيوة عندي الحنة اللي تكون زينة بالكريستال، عندي الحنة الحمراء المعروفة هذه طبعاً التوب، وبس الحنة السودة عشان المشاكل الصحية وهذه فوقفتها. هو بس اللي يسمع يعني البنات اللي يسمعوا هالكم معلومة تموا ويانا. قولي لي شو التحديات اللي واجهتك انك تفتحين صالون؟ والله هي زي ما تقولين لازم بيصير لك تقصير في بيتك ومع عيالك عندك واحد يحاول يوازن اي يعني. هذه فهي الموازنه بس كانت من البدايه، بس الحمد لله يعني عيالي تفهموا هالموضوع والحمد لله يعني شالوا نفسهم في الدراسه وشالوا نفسهم في البيت، خلوني متفرغه لهذا الشيء، وهذا كان اكبر شيء يعني عندي ان ما كنت احب ان اقصر في هذا الشيء عشان افتح مشروعي الخاص، لكن الحمد لله تيسرت الامور من الله الحمد لله. من اكثر الاشخاص اللي دعموك؟ يعني يمكن كل يوم احد فينا تجي له فكره بسوي لي كذي وبسوي لي كذي، بس انك تبدا في يعني هذه الخطوات من كان الداعم؟ والله هي اول شيء امي الله يطول لي بعمرها ان شاء الله، هي كانت الداعم. يعني جاتني فتره زي ما تقولين خلاص من التعب من الضغوطات من الاجراءات الطويله اللي كانت عشان نفتح المشروع، كانت يعني تصر ان لا توقفين، لو شنو يصير لا توقفين، لو احفر لك الارض بس ما توقفين تكملين المشروع. اي والله حبيب. وثاني شيء صاحبتي نفس الشيء، هي صاحبه صالون بعد بلاك سوب، فعطتني من خبرتها، عطتني آرائها، عطتني يعني مثلا شو اللي اسوي وش اللي ما اسوي، متى اتقدم حق هالخطوه متى هذه، يعني ما بخلت علي بخبرتها بآرائها. وصاحباتي طبعا دعواتهم كلهم، عيالي نفس الشيء الحمد لله. طيب لو تفيدين اللي مقبلين على مشاريع، الخطوات اللي مريتي فيها، يعني من اختيار الاسم، اختيار المكان، بعض التراخيص مثلا؟ اي صحيح، اي شوفي هو من البدايه يعني التراخيص والسجل هذه كلها هذه كانت سهله، وزاره العمل الجوازات الحمد لله بعد كانت بالنسبه لي متيسره. اللي كانت صعبه هي الاجراءات الطويله اللي بعد ما تجيبين العماله، انك تدخلينهم دورات، انك يعني تحسين في مبالغ جالسه تدفعينها ما كان لها داعي، تدخلينهم دورات ما لها داعي، يعني بياخذ من وقتهم من الصالون من شغلك. الحين جابت نتيجتها اكيد، يعني هي تقريبا هي الدورات التخصصيه اللي بيعطوني اياها دار الانماء هذه صدق جابت نتيجتها. جميل. بس الدورات الاساسيه البدايه اللي هي عن النظافه وامن السلامه وهذه يعني تحسين انها ما كان لها داعي، لان تضطرين تطلعين بنات الصالون كلهم وما يبقى عندك احد في الصالون، فكانت شويه هو اكيد في النهايه في يعني لمصلحه الصالون أيه نفسه. صحيح. ايوه صحيح، بس يعني هي تصير لك اجراءات طويله بعدين. ايوه صح، بس هي الاجراءات المطوله هي اللي شويه تتعب النفسيه. جميل. طيب نتكلم عن الديكور، بما ان شفنا لقطات عن المكان عندكم. أيوة الديكور التراثي. ليش هالديكور؟ انت قلتي من البدايه من الاسم كان، يعني هو اصلا ما يقولش يعني ساعات الشخص بياخذ من اسمه، فانا كان من اولي ان احب يعني التراث، احب التصميم التراثي القديم، حتى يعني دائما كانت تشدني المسلسلات القديمه الديكورات القديمه. تشوفين احنا في الايام القرنقوعه في رمضان نهتم حق هذا الشيء نتوجه له، وخاصه اكثر البيوت تقريبا ما يخلى بيت يسوي له زاويه خاصه في رمضان اللي هي تكون حق التراثي او نعيش الجو هذه. عاد البنات في التصوير على هالمناظر الحلوه. اي والله هم بعد شوفي البنات اصلا هم اللي الدافع الكبير بعد، لان كانت كل الزبونه تجي تعيش هالمود، تشوف ان صالون مختلف. اي ممكن اصور لو سمحتي كذي، ويصورون ويرسلون حق ربعهم، تحسين ان كلهم يعني يستغربون ايش هالصالون الجديد، ايش هالديكور الجديد التراثي كذي. فيون يعجبونهم خرطيات شارع الرفاع. حلو، اذا في احد حاب يتابعكم الحين على الانستغرام؟ اي عندنا حساب الانستغرام، عندنا حساب احنا شايين نفس الشيء HWENANAG بعدين اندرسكوير AWEN. من متى تقريبا فاتحين؟ صار لكم كم شهر؟ يعني من رمضان الحمد لله. عز الزحمه. اي عز الزحمه، عز الطلب يعني، لان كل الكاستمر اللي جاوا صراحه زين سويت انك فتحتي هني، لانه ما عندنا هني كلها خرطيات، ما عندنا تخصص حنا فزين يعني في صوالين لكن مو بحنا، فكنا نضطر ان نروح لنا الصوالين الثانيه يعني بعيده والزحمه ايام العيد، فانت فتحتي عند بيتنا ما يعني هذا احسن خطوه سويتيها. جميل. طيب على انواع الحنه، يمكن مؤخرا سمعنا بعض
الحديث عن بالذات الحنة السوداء بعض الأنواع أن تدخل فيها أنواع كيميائية صحيح. تحرق الجلد صحيح. فشلون تحرصين على جودة المواد اللي تدخل عندك الصالون هذا أو تشيكين عليها؟ أيوة طبعا هذه لازم الإذن أول شيء من البلدية، فهم إذا عطوني التصريح طبعا هم اللي بيشوفون على هذا الشيء، فإذا هم شافوها أنها تتماشى هم اللي بيعطوني يعني انه خلاص جوهد استعملها، اما اذا هي اوقفها. جميل، حضرتك تكوني موجوده في الصالون؟ أيوة دائما طبعا دائما. ايوه طبعا من بعد الظهر او العصريه لين نسكر الصالون. طيب شنو الجديد عندكم في عالم الحنه؟ عندنا الحنه الالوان تكون ملونه، يعني الالوان اللي تختارها الزبونه، عندنا الحنه تكون مثلا يعني ندمجها مع الحنه الحمراء او تبيها لحالها ممكن تصير. عندنا الالوان البرديه تكون زرقاء تكون برتقاليه تكون، عندنا الحنة الحمراء اللي هي معتاد عليها، عندنا تكون البيضة الحنة البيضة، الحنة السوداء قلت لك طبعا تحت اشراف البلدية، متى ما جاتنا الموافقة منهم نكملها يعني نسويها. انا بما انا ما عندي خبرة عن موضوع الحنة الملونة او البيضة، فايش كثرت من نفس الحنة العادية ولا لا؟ يعني تقريبا نقول لي اقصى حد اسبوع، يعني هي تطلع لك نفس التاتو، فاغلبيتهم يحطونها البنات المراهقات صراحة، فيحطونها هم اكثر شيء حق مناسبات لانها تطير بعد بسرعة، في بعضهم يقول الحنة الحمراء اللي جات تطير ما نحبها. أيه. وهذه لا تصير لك يعني نفس الصبغ تطير، ما تسوي لك نفس الحنه الحمراء تطير على طول. وعندنا مثلا حق العرايس نزينها بالكريستالات تكون الحنه، بس هذه طبعا بتكون لك يوم يومين على حسب انت شلون تحافظين عليها. حلو، طيب شلون تتابعون الجديد؟ يعني انا اللي خبري كل مره واحده تروح الصالون معاها صوره والله سووا لي نفس كذي. اي صحيح. فشلون مثلا تنتبهين ان اللي يشتغلون في الصالون ان مثلا متابعه شيء الجديد هي تنصح الزبونه؟ لان في النهايه حتى لو انا اخترت شغله بطلع برا يا بتكون حلوه يا لا. صحيح. فالحوار هذا بين مثلا بينك او بين اللي شغالين في الصالون مع الزبونه شلون؟ هذا اول شيء طبعا انا مفهمه البنات في هذه النقطه، ان حتى لو جاتك يعني لازم تشوفين انت نفس الشيء بيناسبها او ما يناسبها، مثلا تجيك واحده يعني يدها صغيره ما تناسبها النكشه العوده، عرفتي؟ فلازم انت تحاولين تقنعينها يعني. انت تدخلين في هالمواضيع تسولفين معاها وتي؟ اي اي، اذا مثلا ما اقتنعت يا يكلموني تليفون اتكلم وياها، يعني اذا كنت انا متواجده في الصالون انا راح اتكلم مع الزبونه دايركت يعني. فالحمد لله يقتنعون، يكون خلاص اوكي على ضمانتك على ضمانتي، ويسوونهم يشكرون ويطلعون من الصالون مبسوطين الحمد لله. طيب هذه من ناحيه خلينا نقول عمليه، بس مثلا خلينا نتكلم على ناحيه تعاملك انت مع الشغالين معك في الصالون، نصيحه مثلا ودك تقدمينها حق اللي اصحاب المشاريع، ان كثر ما انت تهتمين في اللي شغالين معك هم من قلبهم بيعطونك، يمكن لان دائما هذا التخوف صحيح عند اي وحده تبدا مشروع. صحيح صحيح. ان مجتمع نسائي وشلون صحيح. بعاملها واجازاتها وما اجازاتها، وبعد زي ما تقولين ان ديرتهم مختلفه شغلهم اصلا مختلف، هم اول ما جاوا يعني شوفي هو اول ما جاوا تعانيت معهم شهرين تدريب غربه تدريب لا تدريب كان لان اصلا الشغل مو بالهو اللي انا ابي. حتى هم يقولون يعني انت تبين الشغل بيرفكت، كلام فوق البيرفكت بعد يعني تخلون الزبونه تطلع ترجع مرة ثانية وهي راضية ومقتنعة في الشغل، يعني حتى لو رجعت مرة ثانية عندها فكرة أنت تقنعينها بفكرتك تسويها وهي مغامضة. والحمد لله ما شاء الله يعني جاوني بنات كانوا ما يعرفون في الشغل وما شاء الله الحين يعني تفوقوا ما شاء الله. الحمد لله الله يوفقك بخيته ومنها ان شاء الله للاعلى، وتفتحين لك كذا فرع ان شاء الله. ان شاء الله الله كريم ان شاء الله. شكرا تواجدك ويانا ومشاهدينا، خلينا نشوف معاكم هذا التقرير عن الحنة مع الزميلة حصة السويدي. يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في فقرتنا هذه اللي اليوم بنتكلم عنها عن الحنة، ومثل ما هو معروف أن الحنة من اهتمامات المرأة، فكيف بأمهاتنا وجداتنا الأول في اهتمامهم بالحنة واللي تعتبر من أهم أساسيات زينتهم. طبعا عن الحنة بنتكلم مع الوالدة أم علي. يا هلا مرحبا فيك الوالدة. الوالدة الحنة طبعا معروف الحنة استخدامات يعني استخداماتكم الأول واستخدامات جداتنا أيضا الأول في الحنة في مختلف المناسبات أيامهم العادية، كلمينا عنها. الأول يا مت الحنة نتحنوها في العيد صحيح. في الأعياد
يعني مناسبات العروس وعروس تودي. وبعض من الحريم يحبون الحنة، يتحنون في الأيام اللي يعني العادي من يطير الحنة ما تحب الحنة يطير من ردت مرة ثانية على الحنة تحنيها دوري وريلها. نعم. والحنة حلوة من أثمار الجنة يمك. صحيح. وحلوة في المرة الحنة. نعم. ويستنسون فيه حتى اليهول. حتى اليهول. حتى اليهول أعطيتي له الأول ما فيها مش ناكشة وما ناكشة ودي. إيه شلون كانت يعني التصميم اللي إيه؟ أو نسميها قاصعة. القاصعة. يعني تحطينها في يديك ويد إيه؟ اليهول وتربطينها بعد في الليل وتمرقد فيها لين الصبح. صحيح. ولا بطل يد الصبح تطلع ذاك الحنة اللي حلوة. إيه سواء إيه؟ هذه كان يعني مرة عودة ولا. إيه ولا صغيرة. ولا صغيرة إيه؟ هذه القاصعة ماشية. إيه إيه؟ وفي بعد نكشة ثانية. إيه في نكشة إيه؟ طبعًا اللي الأول إحنا نسويها إن نعم. خطوط. خطوط يعني مثل هذه اللي أنت الحين مسويتها لي. إيه اللي مسويتها لك. إيه؟ في ناس تشبكها وفي ناس ما تشبكها. إيه؟ ونقطة في الوسط. إيه؟ مثلا تحطين نقيطه كذي وتحطين دار ما دار هنقط إيه. نفس الشمس نفس دي صادق. فايش الاول ما عندنا نقشات ولا عندنا نفس الحين ولا شيء ما الاول زين يعني إيه. يوميون يخطونها يعني انت هنا خطيتيها لي بالعود الكبريت عود الكبريت ايوه اي الحين انا خطيتها جاي اللي بعد ما تطور بعود الكبريت الاول بالسبابه اي انا قبل اخبر يوم انا صغيره بعد إيه. بعود الكبريت نحط يدنا كذي بالعدول نمشي سبابه هذه السبابه وتخطينها كذي وكذي وكذي وناس تسويها عريضه عريضه ناس تسويها جبيه الحين انت نقشتك وشو ذا انا خطوط انت وشو القصعه 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 على قولتنا طبقه الطبقه يعني يا تسمينها قصعه طبقه على كيفك يعني نعم صحيح يا حط شويه بس مو بوايد بس تكون جامده ما تكون نايله نفس اللي حنيتك هذه لا تكون جامده شنت العجينه اي يعني معناته على كلامك مقطع كلامك الله بالخير يعني عينه الحنه حق القصعه تختلف عن الخطوط هذه عينه الحنه اللي انا حنيتك منها الحين حطيت لك في الفنيال نعم وهذه عينه القصعه اي هذه يعني وايد جامده جامده شوي اي صادق عرفتي يعني تكون ان شكل اللي طبقتي عليه ما تسيح مني ومني يطلع من اظافرك وهذه يعني من بين اظا من بين أسبوع إيه؟ فتطلع ما شاء الله حلوة وحمرة وكأنها دم غزال على طاري عيال دم الغزال صدق إيه؟ على طاري دم الغزال الوالدة يعني في ناس ممكن يعني مثلا يعيدون عليها على أساس بس أنها توصل إيه؟ حق لون معين إيه؟ تحنة تصير يعني سافرة إيه؟ فما تعجبها إيه؟ فتروح شو تسوي تعيد عليها نقول طرق ثاني إيه؟ فتصير يعني حمرة ما شاء الله زادة يوم يقولون طرق ولا طرقين طرق اي لا يسألونك ربعك نعم. هاي طرق ولا طرقين صادق اي عشان لين صار اسود نعم يسألونك يعني يبونهم بعد يسوون نفسك صح عاد الحين هالايام يزيدون يعني بعض المواد على اساس انه يجيك يعني مثل ما قلتي دم الغزال اي دم الغزال لكن قبل ما عندهم هذه المواد كلمينا عن عينة الحنة شلون كنا نجيب اللومي نعم. وندق اللومي ونحطه على الضوء يطبخ نعم يطبخ لين يستوي تشوفين ماي اللومي غليل. يعني اسود إيه؟ وتبين حنوت تحطينه تبردينه يكون بارد نعم. يعني ما يكون ساخن وتصبينه عليه وتعينينه تعينينه تعينينه يعني لي الصبح عشان تحنين فيه في الليل صادق عشان يخمر إيه؟ وما نحط فيه مواد كان الاول ما عندنا مواد نحط فيه الاول صحيح بعدين تطورت الاشياء قاموا يحطون شويه المواد الصناعيه وكذا صناعيه صادق اي فيحطونه فيه بس هو الافضل انك ما تحطين فيه اكيد مواد اكيد يعني. لان الحنه وايد حلوه يعني زينة يعني حق المرأة أكيد والمرأة من جمال المرأة تتجمل بهذه الحنة أي ولا إيش حلوها وتباركتي علي إيه. أنا من زمان ما تحنيت أيه ما قصرتي بس قصرني إن أنا أجمع أصابعي لا قصرت أجمع أصابعك بس ما جمعت أصابعك إيه عشان أنتي إيه إن شاء الله بعد التصوير بعد التصوير إن شاء الله يعطيك العافية أم علي ما قصرتي على هالمعلومات الحلوة وكنا معاكم مشاهدينا في هذه الحلقة ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة بموضوع جديد ومن عالم الحنة وأجواء الحنة خل نروح معاكم إلى كرنيش الدوحة خل نتابع ليست النفائس ما تصنع قيمة الأشياء والأمكنة بل ما تحمله من عبق الذكريات وقصص الماضي هنا كانت ترسو السفن مثقلة بطموحات الغاصة وبشوقهم لأحبتهم ومحملة بغنائم رحلاتهم
التي يمضونها أشهرا في غبة البحر. الشكل الدائري لكورنيش الدوحة هو هبة وهبها الله لهذه المدينة الساحرة بجمالها، وكأن اليابسة تمد ذراعيها لاحتضان البحر الذي طالما قدم كنوزه الدفينة للإنسان لقطري. يعد كورنيش الدوحة من المواقع السياحية والترفيهية الهامة وشارعه النابض بالحياة ليلا نهارا، يعد شريانا هاما للوصول إلى كل المناطق باختلاف اتجاهاتها. تحول هذا الكورنيش بفضل عزيمة الإنسان لقطري من مرفأ للسفن قديماً إلى موقع استراتيجي سياحي يقصده كل من يقيم في قطر ومن يزورها، وأصبح لوحة تسر الناظرين إلى تفاصيلها المثيرة. هو من أهم الأماكن التي تقام فيها العديد من الفعاليات المختلفة سواء ثقافية أو رياضية أو وطنية وغيرها. كورنيش الدوحة الذي أنشئ في بداية سبعينيات القرن الماضي أصبح وجهة هامة للباحثين عن الترفيه وممارسة الرياضة من العائلات والأفراد. الحين بعد الجو وايد يشجع على الواحد يطلع أماكن مفتوحة. كذي وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم الخميس على موضوع المشاريع القطرية. اللي حاب يتواصل معنا يعرض أي مشروع أو نتكلم عنه يقدر يتواصل مع قناة الريان. وإجازة سعيدة إن شاء الله، نشوفكم يوم الأحد مع مواضيع جديدة. فأمان الله. We'll be right back.